اهلا بكم مشاهدينا في برنامجنا علم طفلك. الدنيا ربيع والجو بديع وما تقفليش على المواضيع. منورنا مشاهدينا في كل مكان من برنامجنا علم طفلك. هكون معاكم انا نور الحسيني لمده 50 دقيقه على الهواء مباشره في برنامجنا. مستنيين تواصلكم على ارقامنا اللي هتظهر على الشاشه. وموضوعنا النهارده موضوع غير عادي. موضوعنا ازاي تكتشف طفلك في كل شيء، في مواهبه، في ابداعه، حتى في مساوئه علشان تعدلها. خليكم معانا ودلوقتي تعالوا نسمع حلاوة شمسنا. مشاهدينا في كل مكان، جونا المبدع اللي بيجذب كل الناس. عايزه اقول لكم ربنا يعدي الايام دي على خير، وان شاء الله نرجع تاني ونتقابل ونمشي في شوارعنا في سلام وفي امان، لكن لازم نتبع التعليمات علشان ربنا يحافظ علينا. بنقول لكم موضوعنا النهارده موضوع شيق ومميز لكل اطفالنا ولكل مشاهدينا في كل مكان، علشان ازاي نكتشف اطفالنا سواء كان عندهم اي شيء ايجابي او سلبي، ازاي نكتشف موهبتهم. هنقدم لكم معانا النهارده. انت يا ناني، انت ناسياني ليه؟ لا مش ناسياكي والله يا توتا، انت جايبه حد معاكي. انا شايفه كده المشهد عندنا فيه حاجتين. ايه ده، مين ده يا توتا؟ دي بنوتي ميمي. اهلا يا استاذه ميمي، منورانا يا ميمي في الحلقه بتاعتنا. عاملين ايه النهارده انتوا الاثنين؟ احنا جينا علشان نقول لاولادنا كلام خطير. وانا كمان. الله، دي صوتها جميل جدا، واضح ان هي جايه تغني لنا النهارده حلاوه شمسنا وخفه ظلنا. منورنا يا كل احبابي في كل مكان. النهارده حلقتنا مميزه بتواجدكم وباستماعكم وبمشاهدتكم كمان معانا. حلقتنا النهارده هنعرض فيها بعض المواهب لاطفالنا، وكمان هنتكلم عن اثر القراءه وقد ايه موهبه القراءه او قد ايه القراءه مفيده في حياتنا وفي نمو خلايا مخنا، وبتساعدنا كمان على التركيز وعلى كل شيء موجود في حياتنا. بنكتسب منها معلومات وكمان بنتميز بيها ان يكون عندنا كلمات ومفردات جديده، حد غيرنا ما عندوش نفس الكلمات او نفس المحتوى ده، لاننا من كتر القرايه اتعلمنا حاجات كتير، ولازم ننقل معلوماتنا لكل اصحابنا، لان العلم وكتمه ده شيء مش مفيد، لكن لما تنقل معلوماتك وتفيد بيها اصحابك وكل اللي حواليك اكيد هتعلمهم شيء جميل وهيدعوا لك وهيستفادوا منك، وكمان معلومتك دي هتكون مخلده واكيد هيكون لك ثواب عند ربنا. اي حد بيتعلم حاجه جميله لازم ينقلها لاصحابي يا اصحابي، ولازم يعرفهم ان ده شيء جميل، ولازم يا اصحابي نتعلم من خلال قراءتنا معلومات مفيده، نقرا القصص المفيده، نقرا كتب جميله. وكمان عايزه اقول لكم ان من خلال قراءتنا دي هتفيدنا حاجات كتير في خلال السنوات القادمه، ونظرا لتقدم مصر في البحث العلمي وان كل اطفالنا دلوقتي هيكونوا مميزين في ابحاثهم ان شاء الله وهيتعلموا ازاي يعملوا بحث من البدايه، بحب اشكر معالي الوزير على هذه المبادره وعلى هذا التقدم، اننا يعني لا نقل شيء عن اليابان او لا نقل شيء عن كل الدول اللي موجوده حوالينا. احنا مصر ولادة ودائما صاحبة فضل على الكل، دائما مصر غالية وعالية. وعشان مصرنا الحبيبة تكون جميلة لازم تشاهدونا وتستمتعوا بحكاياتنا النهاردة وبمعلوماتنا الجميلة اللي هنقدمها لكم من خلال برنامجنا. وتعالوا نشوف موانا هتعمل ايه، ويا ترى ده صح ولا غلط. يلا بينا ونرجع تاني. الله، ايه الحاجة الحلوة اللي جاية من البحر ده؟ الله، دي حاجة جميلة قوي. ايه ده؟ يا عيني، دي مش عارفة تخرج، انا لازم اساعدها. ايه ده؟ مش عارفة كده اتحدقها. الله، دي جميلة قوي، انا هحميكي، امشي بقى بعيد. الله، الحمد لله هي دخلت البحر. الله، ده منظر جميل قوي. الحاجة الجميلة ما ينفعش تعيش بعيد عن مكانها ابدا. بس اللعبة بتاعتي راحت، انا مش عارفة العب بيها تاني. ايه اللي بيحصل في البحر ده؟ ايه الجمال ده؟ الله، دي طلعت لي تاني واحدة. استنوا كده، اتنين. دي ريح البحر ودي السلحفاة جميلة. الله، كمان على علم البحار وطبيعته.
انا بحب العالم ده قوي. يا سلام، شكرا شكرا، كمان فنون جديدة. الله، انا سعيدة قوي. بابا، موانا، انت فين يا موانا؟ بابا، ممتع. كده تخوفين عليك يا موانا؟ يا بابا، رجعنا لكم مشاهدينا في كل مكان من كل الدول العربية ومن مصرنا الحبيبة، بنقول لكم رسالة جميلة، رسالة حب، وعايزين نقول أهلا بكل مشاهدينا وأهلا بكل المتصلين. مين معانا؟ ألو ألو، دكتور أسامة خلف. أهلا يا دكتور. دكتور أسامة كويسة، نور أخبارك؟ الحمد لله تمام. حضرتك من العراق صحيح كده؟ نعم، أنا من العراق، أنا والد الموهوبة رتاج أسامة. نعم، والد المبدعة الجميلة رتاج أسامة، أهلا بحضرتك معانا. كنت حابة أهلا أعرف من وسهلا. حضرتك إزاي اكتشفت موهبة طفلتنا الجميلة؟ طبعا الإنسان لسه عليه أنه أي والد عليه أنه يعني يتابع أبنائه ومواهب أبنائه، فكانت رجاء رتاج هي موهوبة من تقريبا من عمر 5 سنوات او اقل. ما شاء الله. فشفت اتجاهاتها نحو الرسم واتجاهاتها نحو كتابه بعض القصص، او عندها افكار ان تكون يعني في المستقبل ان تكون كاتبه او رسامه. ان شاء الله ان شاء الله رتاج هتكون مميزه معانا، ودي شهاده جميله قدمناها لبنوتتنا الجميله رتاج اسامه من الخاله ناني في مسابقه المبدع الصغير اللي شاركتنا بيها. انا عايزه اقول لحضرتك ان ان شاء الله هتكون معانا مميزه دايما، وهنعرض مواهب كل ان الاطفال. شاء انا الله. عايزه حضرتك تقول لنا عن الخاله ناني، عملت ايه معاكم؟ طبعا اول في البدايه احييك ست نوره على هذا البرنامج الجميل والرائع، الله اللي يخليك. يعطي افكار جميله وتوجيهات ليس للطفل فقط، وانما ايضا للناس لكافه الناس، يعني نشكركم. سواء كان كبير او صغير. شكرا. المساله الاولى انه خاله ناني كانت لها دافع كبير في صقل موهبه ودفع موهبه رتاج الى الاحسن، والى حتى انها تطورت. فعندما تشاهد هذا الاهتمام الكبير من حضرتكم شكرا. الخاله ناني، طبعا عرفنا جدا هذا البرنامج من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، وعندما اتصلنا بيك وارسلنا مواهبها كان استقبالك الرائع، اشكرك، استقبالك الجميل، أشكرك، وأشكرك يعني على هذا الدفع الله الكبير يخليك. لتأثير رتاج حتى تطور وتثقل موهبتها. إن شاء الله دائما معاكم بكل ما أوتينا من قوة ومن علم، إن شاء الله هنبقى مع أطفالنا في كل مكان، هندعمهم وهنكون معاهم وهنسندهم لإظهار مواهبهم. شكرا دكتور أسامة، وأنا عايزة أقول لحضرتك إن الشهادة الجميلة دي أقل حاجة نقدر نقدمها. رتاج في العراق حقيقي، وبس هي معانا بقلبها وبروحها الجميلة في مصر. عايزة أعرض لكم الرسم الجميل اللي قدمته لنا رتاج أسامة لخلال الربيع، او الرسم اللي عبرت لنا بيه. من فضلك بعد اذنك اعرضوا الصوره دلوقتي حالا. قد ايه بنوتتنا مبدعه، قد ايه بنوتتنا جميله جدا. ايوه، شوفوا الرسم وتطوره بعد اذنك. الصوره اللي مضت، ايوه الصوره الجميله دي ثبتها بعد اذنك. صوره الربيع او الجو المشمس، ومعانا الخضره والبحار، وكمان يعني تناولت كل شيء بريشتها الجميلة. اللي يشوفها يحس ان هي مش صورة، مش مجرد رسم، كأنها صورة فوتوغرافية، لكن رتاج موهوبة جدا فعلا. عايزين نقول لكم احنا مرحبين بيكم من كل مكان، اهلا بيكم في مسابقتنا المبدع الصغير. هندعمكم بكل شيء، وهنوصل صوركم وهنوصل كل شيء بتقدموه. رتاج اسامه كانت مقدمه لنا الاسبوع الماضي قصه قصيره من ابداعها، وكانت بتعبر قد ايه
عن مأساة العراق، ولكن رتاج لم تستسلم ولم تيأس لأي شيء، وكان عندها أمل إن شاء الله صوتها هيوصل وهتقدر تعدي المحنة اللي تسببت لها فيها الدمار بلدها، ولكن هي بإذن الله هتعدي كل محنة. وزي رتاج بنقول لكل أولادنا أكيد أكيد عندكم مواهب جميلة منورنا في برنامجنا علم طفلك مع الخالة ناني. اتواصلوا معانا على صفحتنا على حكاية الخالة ناني علشان نعرض لكم كل صوركم كل موهبتكم الجميلة اللي بتتميزوا بيها. اتواصلوا معانا، كمان هيكون في فوازير جميلة هنقدمها إن شاء الله خلال شهر رمضان مميزة، وهيكون فيها هدايا لكل أولادنا اللي هيتواصلوا معانا بإذن الله. رتاج أسامة نورتينا يا حبيبتي باتصال والدك وباتصالك معي، أنا بجد سعيدة جدا بتواصلكم معينا، وإن شاء الله يكون عندنا مواهب جديدة كل أسبوع هنعرضها لكم. تعالوا نكمل موضوعنا، إزاي تكتشف موهبة طفلك زي ما اكتشفنا رتاج كده. أكيد هنقدر نكتشف أولاد كتير في كل مكان، موهبنا متعددة. وكان معانا روما من مصر الموهبة الجميلة اللي كان عندها 6 سنوات وشاركت برضو بحكاية جميلة مع الخالة ناني. خليكم معانا وتواصلوا معانا على أرقامنا، وكمان شوفوا المبدعين الصغنطتين اللي معانا النهاردة، توتا وميمي. توتا وميمي جايين النهاردة علشان يكلموكم في حاجات جديدة وخطيرة، ولكن خلونا نرجع للفيديو اللي شفناه لموانا. ايه رأيكم في احداث موانا، وان موانا عملت حاجة جميلة جدا؟ اول حاجة عملتها ان هي قدرت ترحم الحيوان الصغير اللي ما كانش قادر يعدي ويرجع للمية اللي هي السلحفاة المائية. لكن موانا لما ساعدتها عملت خطر خطير جدا كان ممكن يؤدي بروحها، ولكن كلنا مش هنقرب اكيد للبحر من غير ما يكون معانا بابا وماما، او ما نقربش لاي خاطر من غير ما نعلمهم ونقول لهم يا بابا يا ماما انا رايح فين او بعمل ايه. وده اللي شفناه في الفيديو بتاعنا، ان قد ايه الاب كان خايف جدا على موانا. اوعوا تعملوا كل اي حاجه من غير ما تاخدوا اذن بابا وماما في اي شيء. كمان توتا وميمي النهارده هيقولوا لنا عن حاجات خطيره الاختين الحلوين، وهيحكوا لنا حدوته خطيره. تحبوا نسمعهم دلوقتي ولا نكمل موضوعنا ازاي نكتشف موهبة اطفالنا؟ عايزين بس ننزل بالصورة الجميلة اللي مرسومة بالقلم الرصاص، صورة الهرم وجنبه رمز يرمز للعراق من الجميلة ضحى الحسين. استأذنكم ننزل بالصورة دلوقتي حالا قبل ما نحكي حدوتتنا ونشوف مقدم لنا ايه. ايوة صورة الهرم هنا بنوتتنا بترسم بنظام، ده مش الهرم عامة، ده شكل هي عاملاه تمام للثلاثية، ان هي ازاي تعمل الصورة بشكل بارز ومن غير ما تتكلف بأي شيء من خلال القلم الرصاص. قد ايه اطفالنا مبدعين في كل مكان. عايزين ننزل بصورة الهرم بعد اذنكم، وفيها يعني زي ما يكون رسالة جميلة لمصر والناني. استأذنكم ننزل بيها، هي بسيطة جدا ولكن هنشوفها، هي موجودة الصورة اللي كانت بعد دي على طول. هننزل بيها دلوقتي علشان تشوفوا قد ايه اهل العراق بيحبوا مصر، قد ايه كل مكان موجود حوالينا بيحب مصر، واطفالنا في كل مكان احنا بندعمهم وبندعم مواهبهم. ان شاء الله هنكون معاكم ونوصل رسالتكم. الرسالة الجميلة دي جاية من الجميلة ضحى آل حسين اللي بتقول لنا ان هي معجبة جدا الى الست نورة الى الخالة ناني، بتقدم لنا شكل الهرم بشكل كأنه ثلاثي الأبعاد، كأنه ظاهر جدا رغم انه ببساطة شديدة بالقلم الرصاص. احنا حبينا نعرض كل شيء حتى ولو كان بسيط لأولادنا والأطفالنا في كل مكان. هنعرض لكم كل المواهب بتاعتكم، ويشرفنا انكم تكونوا موجودين معنا طبعا لظروف الحظر ولظروف الموجودة فيها البلاد. طبعا انا عارفة ان اهلنا في العراق مش هيقدروا يجوا في الفترة دي، لكن يشرفونا بإذن الله خلال الأيام المقبلة. لكن كل صورنا وكل إبداعاتنا وكل كتاباتنا اللي هتكون معنا، عندنا كمان مواهب متعددة من صعيد مصر ومن خارجها، هنستقبلكم في كل مكان علشان تنورونا على شاشتنا هنا من خلال برنامجنا علم طفلك. وما تنسوش تتواصلوا على أرقامنا. حبايبنا في كل مكان توتا وكمان ميمي عايزين يقولوا حاجة خطيرة. عايزين تقولوا ايه؟ انا اللي هقول الاول. لا انا اللي هقول الاول. الله انا اللي هقول الاول. ايه ده ايه ده، انتوا بتتخانقوا؟ انتوا بتتخانقوا على الشاشة ازاي؟ ازاي يعني كده ينفع يحصل كده يا ولاد؟ ينفع
اتنين حلوين جمال كده يتخانقوا على الشاشة، وكل واحد فيهم عايز يطلع الأول. ده اللي بيحصل في كل بيوتنا، إن أطفالنا بيحاولوا إن هم يظهروا عن التانيين. الكبير المفروض يفسح مجال للصغير علشان يقدر يظهر، وكمان الكبير لازم يكون عارف إن بابا وماما دايما بيدعموه وعارفين مواهبه وعارفين قدراته. لازم تقدر أخوك الصغير علشان أخوك الصغير يقلدك ويحاول يعمل زيك. تمام يا أصحابي؟ تمام يا توتة؟ طبعا فهمت الدرس يا نونة، أنا مش هعمل كده تاني، مش هتخانق قدام حد ولا هعمل فيها حاجة. شكرا شكرا يا نين، شكرا شكرا. ايه ده ايه ده، اخوات اتصالحوا فجأة بسبب كلام نونة معاهم ولا ناني؟ بسبب كلام ناني، لكن نونة هتجيلنا في حلقة ان شاء الله وهتكون معانا. انتوا كده اقتحمتوا الشاشة معانا، منورنا يا ميمي انتي وتوتا. فهمتوا الدرس يا أصحابي؟ لازم نحب كل إخواتنا اللي موجودين في كل مكان، والكبير لازم يعطف على الصغير، وبكده هيكون ظاهر قدام الناس كلها، بل بالعكس ده هيحترمه جدا. كل الناس هتحترمه وهتقدره لأنه بيسيب مكان لأخوه الصغير علشان يظهر ويكون موجود معانا. عايزة أقول لكم يا أصحابي إن كتير من المواهب الجميلة اللي شاركت معانا من خلال مسابقة القراءة خلال الأعوام السابقة أو مسابقة المبدع الصغير، كان معانا بنوتات جميلات في كل مكان وشاركوا معانا. عايزة أوريكم دلوقتي صور لمعرض الكتاب، من فضلكم ممكن نعرضها، هتشوفوا قد إيه أطفالنا بيحبوا القراءة في كل مكان وبيجوا من أقصى الجنوب علشان يحضروا معرض الكتاب الخطير اللي موجود فيه كل المعلومات وكل الكتب القيمة مع اختلاف السنوات. يعني ممكن تلاقي كتاب بيناسب الطفل وكتاب بيناسب الكبير والصغير، يعني كل الأعمار هتلاقيها موجودة في معرض الكتاب. عايزين بما إننا المكان كان جميل وفيه ربيع وإن كل معلومة بتدر علينا بمعلومات خطيرة، عايزين نقول لكم مسابقة المبدع الصغير وتكريم كل الأطفال خلال الأعوام السابقة أهي معانا، وكمان هينزلوا لنا دلوقتي بصور معرض الكتاب الخطيرة المبدعة الجميلة راما اللي شاركت خلال الحلقة السابقة، وكمان عندنا صور جميلة وخطيرة بتدل على قد إيه الخالة ناني بتدعم كل الأطفال لزيارة معرض الكتاب إن شاء الله اللي بيقام في يناير. طبعا أنا عارفة إن ده وقت مسبق، لكن عايزة أقول لكم إن كتير من أطفالنا قد إيه أنا كنت مبسوطة جدا 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 بكل الأسر اللي كانت موجودة في معرض الكتاب، إن قد إيه كل الأسر عندها علم وعندها وعي، عندها إدراك بقد إيه إن الكتاب أقيم شيء في حياتنا، وإنه اللي من خلاله بنتعلم حاجات كتير من خلال قراءتنا. وما تنسوش طبعا آيات الذكر الحكيم القرآن الكريم، إن شاء الله خلال شهر رمضان هنتوارد معاكم وهنحكي لكم حكايات من القرآن الكريم خلال الفترة المقبلة إن شاء الله. استنونا عشان تبقوا تستفادوا مننا ونستفيد بمعلوماتكم وتشاركونا على أرقامنا اللي موجودة على الشاشة. عايزة أقول لكم أنا مبسوطة بتواجدي معاكم وبحكاياتنا النهاردة وبمعلوماتنا البسيطة، لكن خلونا نطلع فاصل ونسمع من خلاله القراءة وقد إيه الأولاد جايين لنا من كل مكان كانوا حابين يشاركوا في معرض الكتاب. أجمل فريق للكتابة مع أجمل أطفال، هم أنتوا جايين منين؟ فريق إيه بقى؟ الأشبال في الكشافة، صح كده؟ تمام. احنا هنا فين؟ معرض الكتاب. طب احنا جينا ليه في معرض الكتاب؟ عشان نقرا. وانت قلت لي كل كلمه من شويه، قلت لي انا عايز اروح اجيب ايه؟ كتب. الوقت بتاعنا هيضيع، انت هتضيعيه علينا في التصوير. لكن انت دلوقتي مع الخاله ناني وكل الناس بتشوفكوا، وعايزه اقول لكم ان انتوا اطفال جدا. وعمركم ايه؟ اسمك ايه؟ قول لنا اسمك ايه؟ احمد. عندك كام سنه يا احمد؟ 9 ونص. ما شاء الله. وانت؟ يحيى. ايه؟ يحيى. يحيى، الله يا يحيى، كمان متوسط باللغة العربية. محمد. ها؟ اسمي يوسف، عندي 8 سنين. ما شاء الله يا يوسف. ها؟ حسن، 9 ونص. ما شاء الله يا حسن. ما شاء الله. احمد، 9 سنين ونص. ما شاء الله. انتوا جيتوا هنا معرض الكتاب عشان بتحبوا القراءة، صح؟ وانت معانا مجموعة من الشباب اللي هم بيجيبوهم على فكرة اعمارهم عشان بتحبوا القراءة يا حبايبي. طب نفسكم تكونوا ايه في المستقبل؟ عايز مهندس. انت عايز تكون
مهندس؟ عشان ها رائد فضاء. ها مهندس مبرمج ما شاء الله. اطلع التلفزيون. اطلع التلفزيون تطلع حالا. ها رائد فضاء. طيب عارفين ايه الكتب المهمه ليك اللي تحفزكم على القراءه واتعاركم بالنسبه لرواد الفضاء؟ عرفت تجيبوا ايه؟ حاجه على علامه كده، تجيبوا كتب على التاريخ وعن العلوم عامه. عن ايه؟ عن العلوم، صح كده؟ طيب والحبايب المهندسين عايز يشتروا في كتب ايه؟ في علم الرياضيات. برافو عليك، انت كده مهندس ميكانيكا ولا مهندس رياضيات؟ اه حاسبات بقى، حاسبات انت متخصص في ده. طيب افهم من كده ان انتوا متفوقين في الدراسه؟ انتوا فرحانين ان انتوا هنا في معرض كتاب؟ قولي عملتوا ايه النهارده من الصبح؟ اول حاجه اول ستارت جينا رحنا الاهرامات، بعدين رحنا وعلينا القلعه وجيتوا هنا، بعدين مسجد محمد علي. الله، رحت زرت المسجد كمان اللي على 20 جنيه. اللي ايه؟ اللي على 20 جنيه مكتوب عليها 20 جنيه، مكتوب على 20 جنيه. هايل، شوفوا معلومات اصحابنا اللي بياخدونا بكل المعلومات. قولوا لاصدقائكم عايزينكم تيجوا تاني معرض الكتاب وتيجوا تقروا وتثقفوا نفسكم. قولوا لهم باي باي. هايل، برافو عليك ما شاء الله. قولوا لكل اصحابكم تابعوا الخاله ناني، قولوا لهم، يلا قولوا لهم الخاله ناني عشان تشوفوا كل الحكايات الجديده. يلا قولوا لهم. قولوا ايه لكل الاصدقاء؟ زوروا صفحة الخالة ناني عشان هي حلوة جدا وبتعلم حاجات جميلة قوي. دي حبيبتي. وكمان أسماء بقول لهم زوروا صفحة الخالة ناني هي بتقدم حاجات حلوة وبتحبوا جدا. شكرا ليكم يا أصدقائنا، وانتظرونا في فيديو جديد لكل أصدقائنا، وعشان كمان تدعموهم في قناتهم الخاصة وخاصة مريم وأسماء. يلا قول لهم باي باي. باي باي. ورجعنا لكم مره تانية مشاهدينا. قد ايه اطفالنا بيحبوا القراءه من كل مكان، وبيبادروا كانوا بيسافروا وبيتكبدوا العناء علشان بيحبوا معرض كتاب، بيحبوا قد ايه يستفيدوا، بيحبوا قد ايه القراءه بنفسهم، وعندهم ادراك ان هم عايزين يكونوا ايه في المستقبل. والامنيه اللي اتمناها طفلنا الجميل محمد اللي كان بيتمنى ان هو يطلع في التلفزيون، حبيبي انت نورت المكان كله ونورت الشاشه. كل اطفالنا من كل مكان بنرحب بيكم في تواجدكم معانا ان شاء الله على من خلال برنامج علم طفلك هنا هو في الاستوديو باذن الله. بنرحب بيكم خلال شهر رمضان، وكمان بنقول لكم ان خلال مسابقتنا باذن الله مسابقه المبدع الصغير، وكمان فوازيرنا اللي هنعرضها في رمضان الخاصه بحكايات الخاله ناني واللي هتكون معاكم على شاشتكم، وكمان هيكون في هدايا جميله لاطفالنا، وهتنورونا باذن الله في الاستوديو عشان تستلموا هديتكم باذن الله. طبعا انا عايزه اقول لكم ان قد ايه الكتاب مفيد، قد ايه اطفالنا زي ما انتم شايفين قد ايه بيقدروا يتكلموا ويعبروا عن اللي جواهم بطريقه جميله، وبيكتسبوا مهارات التحدث والتواصل مع الاخرين. تعالوا من خلال التواصل ده نكلمكم عن موضوع خطير جدا، زي ما شفنا الجانب المشرق من اطفالنا وقد ايه ان احنا لما بنقدر نتواصل معاهم وندعمهم بكل شيء جميل من خلال تربيتنا ليهم. لو طفلك عمره سنه وعنده حاسس ان انت مش قادر تسمع منه كلمه بابا او ماما، مش قادر ينطق الكلمه دي، اتاخر في الكلام، اتأخر في التواصل معاك، حاسس ان انت لما بتنده عليه حتى هو مش مدرك لاسمه، طيب شايفه ان هو مش قادر يسمعك، او رغم ان سمعه وديته اكتر من مرة للدكتور لدكاترة متخصصين في السمع وكده بالنسبة للأذن، يعني قالوا لك ان ما عندوش اي مرض بالنسبة للأذن وان الأذن تمام سليمة 100%. طب امال ايه اللي بيحصل ده؟ طب ما بيشوفش كويس، وديته لدكتور نظر وبرده ما فيش مشكله، ما عنده خالص، ده بالعكس ده بيسمع وبيشوف كويس جدا. طب ابني مش بيسمعني، ابني بفضل انادي عليه كتير ساعات بيستجيب ليا وساعات لا. المشكله الخطيره دي اللي انا حابه اتكلم فيها من خلال برنامجنا هنا علم طفلك، عايزه اوجه حضراتكم لشيء خطير. دي بدايه لمرض اسمه التوحد. اكتشفوا بدري في طفلك، لما تكتشفه بدري في طفلك احسن ما تتاخر فتره طويله ويبقى الطفل ملازم لهذا التوحد، وانه شيء نفسي بيأثر عليه مدى عمره، مش هتعرف تتواصل معاه ولا حد هيتواصل معاه. اول مشكله لو لقيت طفلك عنده اربع حاجات، بالنسبه للغه هو مش قادر يتكلم، او بالنسبه لحركته لما بيفرح قوي بيعمل حركه خطيره. استاذنكم نعرض الفيديو وانا بكلم عشان يبقى الكلام ظاهر معانا. تمام، طفلك بيعمل حركة خطيرة لما بيفرح جنب ودنه كده،
بيعمل حركة زي حركة الطائر، او عنده او زي ما احنا شايفين على الشاشة بيحاول ان هو كل ما يجي يفرح بحاجة بيعمل الحركة دي. ما تفرحش قوي بالحركة اللي بيعملها، لازم تتوجه لمتخصص في التربية وتوري له الطفل او في اي مركز خاص بالاطفال. عندك بيجي يمشي فرحان جدا، ده بيعمل حركات زي الباليه، بيقف على طراطيف صوابعه وهو عمره سنة او اقل، او سنة واربع شهور بيقدر يمشي بيقف على طراطيف صوابعه بالشكل ده. الحركة دي متكررة عنده باستمرار، مش بس ان هو بيعملها ببساطة كده، تمام. في حركة تانية هو بيفضل يخبط في الكرسي علشان ينبهنا، لا ده مش بينبهك، دي بداية التوحد او بداية المرض ده عنده. بيقول لك بيديك اشارة ان هو تعبان، الحقني يا بابا الحقني يا ماما قبل ما اتعب بينكوا بعد كده. هل التوحد ده ليه علاج؟ اه ليه، بس خد بالك ان الحركة دي لو طفلك بيعمل الحركة يعني مش باستمرار، لا ده بيعملها كده حاجة بسيطة، لا ده ما عندوش حاجة اكيد، ده بيهزر معاك، في فرق بين ده وبين ده. لكن هنا لو تلاحظوا الحركة اتكررت أكتر من مرة، ولو عد لو شفت الفيديو دلوقتي هتلاقيه حوالي مثلا عملها 100 مرة في الدقيقة، يعني طول ما هو قاعد بيعمل نفس الحركة وما بطلش تنادي عليه، ما بيسكتش، ما تلهيه، ما بيسمعش، أهو شوف أكتر من مرة. على فكرة الطفل أنت مفكره إن هو كده هو بالنسبة له ما بيحسش بالألم، الطفل اللي عنده توحد ما بيحسش بالألم، ما بيبقاش مدرك للألم ده، لكن هو بيلاقي راحته في الحركة دي. قد ايه الاطفال بيصعبوا عليا لما بشوفهم في مراحل بعد كده بيكونوا كبروا، وبتلاقي عندهم حركات متلازمة بشكل مستمر، والاب والام ما بيكونش عندهم الادراك ان ده طفل عنده توحد من البداية. لو لحقته في البداية هتلاقي بعد كده ما تتكسفش، لو اتكلمت عن المشكله اللي موجوده عنده ما تتكسفش، روح لمتخصص واتكلم معاه، لان ده بعد كده هيأذيه هو، انت كده لو سكت عنه هتأذيه. تعالوا برضو نشوف الصراخ الدائم في اي مكان، يعني بيفضل يزعق باستمرار سواء كان في وسط ناس قاعد مع نفسه بيزعق زي ما هو ظاهر في الفيديو، او بيعيط، بيعمل اي مشكله هو مش مدرك، حتى لو اديته الحاجه اللي هو كان عايزها، بص اهو عمال يعيط باستمرار مش ساكت خالص. فدي برضو من إشارة من إشارات إن الطفل عنده توحد أو بداية للتوحد. طيب تعالوا نبص برضو، أهو هيبتدي يعمل حركات مش طبيعية أو مش مدرك هو بيعمل إيه، بيأذي اللي حواليه، بيأذي الدنيا، أو يعني هو بيلاقي راحته في إنه يعمل الحركة دي. لو حاولت ان انت تشيل منه الحاجة دي بيفضل يزعق، بيتحرك حركات نمطية معينة، هو ظابط نفسه على كده، لا ما تفكرش ان دوت شيء طبيعي. الطفل هنا اهو بيعمل حركات غريبة زي ما انت شايف كده على الشاشة، بيلف الكرسي، انت مفكر ان هو مدرك اللي حواليه، والله ده طفل ذكي جدا، هو بيبقى فيه نسبة ذكاء عالية، ملوش دعوة بالذكاء، المرض ده ملوش دعوة بالذكاء، مش يعني بيبقى طفل عنده توحد وذكي جدا وما شاء الله طلع من الاوائل، بس مش عارف يتواصل مع غيره. انت لو سكت عليه مش هيعرف يتواصل مع المجتمع ولا مع نفسه بعد كده، بس هو بيبقى ذكي، دي قدرات في المخ يعني حاجات محدده. طب التوحد ده بيحصل بناء على ايه؟ عايز اقول لك ان انشغالك عن تمام انشغالك عن طفلك ممكن ياثر عليه فيما بعد. انشغالك عن طفلك ممكن يخليه ينطوي ويقعد وينعزل. لو شفت طفلك بينعزل عن المجتمع او عنك شخصيا وخلاص، انت مفكر ان هو عايش كده هادي، اوعى، خد بالك ان انت كده بتمرضه، بتحاول ان انت تدخله في جو التوحد والانعزال. بداية التوحد ان هو بعد كده بيبتدي لما بيدرك الاشياء اللي حواليه بيبتدي ينعزل، مش عايز يكلم حد. ليه هتقول ده ليه شخصية؟ لا 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 لا، دي مش شخصية. لما يكون باستمرار بعيد عن العالم اللي حواليه كده دي مش شخصية. عنده تلعثم في كلامه، كلامه مش مظبوط وهو عمره سنة، ابتدى من سنة لأربع شهور ابتدى مش قادر يتكلم زي بقية الأصحاب اللي في نفس عمره. بنقيسه بإيه؟ بنقيسه بالأولاد اللي موجودين في نفس عمره. طيب الطفل لما ابتدى يتكلم معايا هو ابتدى يكلمني بس بيعمل رقصات غريبة، ده شقي جدا، ده جميل جدا، ده بيعمل حركة يا ربي، ده بيقف زي الباليه. زي ما قلت لحضراتكم من خلال الفيديو ان الحركة الغريبة اللي بيعملها برجله ان هو بيقف زي الباليه كده، حاول ان انت
دي اشاره من اشارات التوحد، تحاول ان انت تاخده المتخصص او مركز متخصص في ده علشان تقدر تلحقه من البدايه. التوحد بيتعالج؟ طبعا بيتعالج. طيب الام دورها ايه؟ عايزه اقول لكل ام ان انت ما تفرحيش جدا بالتابلت، طفلك ممكن يكون مولود سوي جدا ما عندوش اي مشكله، وبسبب الكمبيوتر او بسبب الكرتون او بسبب مشاهدته للتلفزيون لبعض الكرتون الغير موجه، يعني اللي بيعلمه مساوئ او حركات، ممكن من خلال ده انت كده بتعملي له انعزال عن الواقع، انعزال عن العالم اللي هو موجود فيه، بتسببي له توحد. طب اعمل ايه؟ ده مسبب لي ده، انا ماشيه بيمشي ورايا، انا ما صدقت اديته التليفون. ما تكتريش من الوقت اللي معاه. عشان كده كنا بنحذر خلال الحلقات السابقه وبنقول ان مش الكرتون كل شيء بالنسبه لاطفالنا، خليهم يتفرجوا على برنامج خاص بالطفل زي برنامجنا كده. وطبعا هكون سعيده بالتواصل معاكم دايما ان شاء الله على ارقامنا الموجوده على الشاشه، وهكلمكم وهرحب بكل اطفال من كل مكان. لكن كمان حاولوا ان انتوا تعلوا نسبه المشاهده بالنسبه للبرامج الهادفه، البرامج اللي فيها اطفال متواصله او بيقدموا لكم محتوى هادف. لازم تشوف انت المحتوى ده بنفسك، هل دي حاجه كويسه، حاجه هتفيد ابني؟ طيب ابتديت اتفرج عليه، اه تمام اوكي يلا فرج طفلك، بس بيكون لو حتى البرنامج بيكون او الكرتون بيكون لمده محدده، ما تديش الوقت كبير لطفلك انه ينعزل عن العالم ويعيش الدور مع خياله، لان الاطفال خيالها واسع. فبتبتدي تطبق الحاجه دي، ممكن طفلك بسبب تعاملك ده يبقى هو عنده توحد بسبب الانعزال اللي عامله لنفسه، وكمان لانه ما بيتواصلش مع الاخرين. اه نقطه التواصل دي خطيره جدا. أطفالنا كتير يعني برضو كان في اتصالات في خلال الحلقات السابقة كانوا بيتكلموا عن الطفل اللي عنده مشكلة، عنده مشكلة في كلام أو عنده مشكلة في التواصل معايا، ده ابني مش سامعني من كتر الزعيق. طب ما هو مش سامعك ليه؟ لأن هو أصلا مش مدرك اللي حضرتك بتقوله، مش معاك لأنك أصلا عزله عنك. لازم زي ما قلت لحضراتكم في الأول وفي الآخر إن جسر التواصل بتاعك هو الحب. برافو عليك يا توتا، انت مذاكره الحلقات بتاعتي، شاطره جدا يا توتا. الحب اللي ما بينك وما بينه، اصنع المحبه ما بينك وما بينه عشان تقدر توصل لدماغه وتقدر تعالجه. طب ممكن ما اروحش المركز متخصص؟ اه ممكن، بس ممكن تسمع الاشياء المفيده اللي هتعلمك ازاي تحتوي طفلك في الفتره دي. ممكن اعالجه؟ اه ممكن تعالجه بالحب. احتوي طفلك، افهمه هو ايه المشكله اللي موجوده عنده. مش قادر يتكلم؟ عيد الكلام اكتر من مره. لقيته بينعزل؟ هاتوا يدمجوا معانا زي ما احنا عاملين كده توتا وميمي. ميمي احنا مش سامعين صوتك. انا هنا. ايه ده؟ ما شاء الله توتا، يعني الحمد لله طلعت لنا صوتها اخيرا. شكرا يا توتا، زي ما انا بعمل كده مع توتا ومع ميمي وبنقول لهم ان لازم تتواصلوا معانا ولازم تكلمونا. هم بيقعدوا يسمعوا حكايتنا ولكن بيكلمونا، بيتواصلوا معانا. ما تسيبش طفلك ينعزل لمجرد ان انت جاي زهقان او جاي تعبان مش عايز تسمعه، مش مستحمل كلامه. عايزه اقول لك ان انت موجود اصلا وحضرتك موجوده اصلا لرعايه طفلك وابنائك اللي اتخلقتي علشانه، عشان تراعيهم وتخلقيهم جيل سوي باذن الله. هيكون سوي ازاي غير لو سمعتي له وتواصلتي معاه؟ مش طول الوقت، طيب ماشي مش طول الوقت، فهمه ان في وقت انا تعبان وزهقان فيه مش هيقدر ان انا اتكلم معاك، لكن خلي جسر التواصل موجود. صح يا توتا؟ صح يا ناني. ايه ده انت جميله قوي يا توتا النهارده. توتا النهارده بتسمع كل الكلام ما شاء الله هي وميمي. طيب تعالوا نكمل كلامنا النهارده، وبنقول لكم ان لازم جسر التواصل يكون مبني ما بينك وما بين طفلك عشان تقدر تحدد اذا كان طفلك عنده مشكله وتعالجها بدري بدري. بعد كده اولياء الامور بيبتدوا يرجعوا ويقولوا احنا مش قادرين ان احنا نتكلم مع اصدقاء مع اولادنا، ده عندهم مشكله. بيبتدوا تدركوها بعد عمر يكون عدى الطفل 7 سنين 8 سنين 9 سنين، يكون مشكله ابتدت تتعقد شويه. هل هقدر اعالجه؟ هتقدري تعالجيه، بس هياخد وقت طويل شويه، هيبقى محتاج متخصص في الحاله دي، وانك لازم ترجعي له في كل شيء. لو ما فيش برنامج بيخاطب الاطفال او بيخاطب الطفل او بيخاطب حضرتك وبيعلمك شيء، هتضطري انك تستمدي معلوماتك من خلال الطب مباشره وتتوجهي لاقرب مركز، لان عمره هيكون عدى، بالتالي لكل مرحله تعامل خاص.
بنقول لكم اكتشفوا اطفالكم، تواصلوا معاهم، ارجوكم حاولوا لو انتوا عندكم وقت، يعني الحمد لله دلوقتي ربنا سبحانه وتعالى اوجد لنا فرصه علشان نخاطب اطفالنا ونتعامل مع بعضينا، نشوف اللي احنا قصرنا فيه خلال الفتره اللي فاتت، نقعد معاهم نكلمهم زي ما احنا جايبين توته كده وميمي بيكلموا معانا. انا عايزه اقول لكم ان انا مبسوطه جدا بتواجدي معاكم، وهستاذنكم ان احنا نسمع حلاوه شمسنا مره تانية ونرجع تاني. طول السنه حبايبنا في كل مكان، وبكده نكون وصلنا لنهايه حلقتنا، واتمنى تكونوا استفدتوا النهارده من حلقتنا. لكن قبل ما نختم حابه ان انا اقول راي كل اللي تواصلوا معانا عن طريق الفيسبوك، بيقولوا لنا بالتوفيق والنجاح استاذ عرفة علي الهواري من متابعين البرنامج. ومحمود ماهر بيقول ان هو عارف قد ايه كنت محتاج الكلام ده، حضرتك الطيب ده جزاك الله خيرا، بجد شكرا جزيلا لحضرتك، انا كنت ربنا يطمن قلبك وسنظل دائما خيرا قدوه للمسلمين جميعا يا اجدع اخت في الدنيا، شكرا ليك. وكمان محمد صابر بيقول لنا حلقه رائعه جدا متميزه كعادتك، بالتوفيق ان شاء الله. شكرا كل اللي بيتابعونا استاذ علاء الحفناوي، وكمان دكتور اسامه اللي متابعنا دايما، وبالتوفيق الاعلامي الجميل مصطفى العكريسي، وكمان في عندنا علي امين بيقول لنا بالتوفيق. شكرا لكل متابعينا وارائكم كلها عندنا مميزه باذن الله. تواصلوا معانا على حكايات الخلاني علشان تكونوا متواجدين معانا باذن الله، وتواصلوا معانا في خلال برنامجنا علم طفلك علشان نتعلم كل شيء جديد ونستفاد كلنا مع بعض. شكرا لكم، اشوفكم في حلقه جديده.